محمود المشهداني من جديد. يعني تقدم هنا بصراحة يعني لعبت السياسة يعني بذكاء شديد. أولها بصراحة هي عرفت أنه يعني لن يكون رئيس البرلمان من تقدم، فذهبت إلى تقليل الضرر بطريقتين. أولا هي ضرب الفرقاء وتحديدا في المنظومة السنية ببروز اسم لم يكن مطروحا أصلا سابقا مع صعود نجم العيساوي، وكان قاب قوسين أو أدنى أن يتصدر. النقطة الثانية بصراحة هي يعني راهنت على أمر آخر، أنه ترك الغرماء السياسيين السنة والتقرب لشركاء مستقبليين شيعة، وتحديدا دولة القانون حضرة تشبيد بطرح المشهداني رئيسا لمجلس البرلمان من جديد بعد أن كان يعني ربما أقول هو الأقل حظوظا والأبعد تماما. يعني هنا يعني يذهب الحديث هل من الممكن أن يمر؟ الجواب نعم من الممكن أن يمر، لكن الحقيقة وجود العيساوي والذي هو مؤيدين ما أعتقد أنه يعني سيمر بسهولة، ومن المعتقد أنه لن تكون في هذه الجلسة على أقل 3 إلى 4 جلسات. النقطة الثانية الحقيقة إذا تلاحظين يعني تقدم ذهبت إلى تفريق ما يسمى المنظومة السنية زائد نسميها إحنا إلى تفريق المنظومة الشيعية، فلن يكون لدينا صورة واضحة عن نوعية التحالفات المستقبلية بطرح اسم المشهداني. فالحقيقة هو شخص جدلي في وقت جدلي في لحظة آنية، ويبدو لي أن تقدم يعني لعبت بذكاء شديد بصراحة، استطاعت أن تفرق الكل في اسم واحد.